بصراحة وكل أمانة، ليس كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل. أشباه الرجال كتروا قوي وبقوا متخفيين ما بين الرجال الحقيقيين، عشان كده كان لازم إن احنا نكشفهم ونطلعهم للنور عشان كله يعرفهم. يلا بينا. أهلا بأجمل ناس في الدنيا، برحب بيكم سريعا وبقول للجديد برضو يا ريت يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي مشتركش في قناة محمد أبو زيد على اليوتيوب والفيسبوك يا ريت يشترك ويعرفنا بنفسه. وتعالوا بينا بقى نبتدي، واكتبوا لنا كده في التعليقات لو عايزين تكتبوا مين مرتبطة برجل هيطلع من أشباه الرجال. طبعا الحلقة دي مهمة لكل النساء وكل البنات، عشان في كتير مش هياخد باله من العلامات دي. احنا معانا 6 علامات في حلقة النهاردة موجودين في أي رجل، يبقى قبل ما تتدبسي نصيحة، ركزي الحلقات دي مهمة قوي، اخلعي اخلعي ويدوسي على قلبك حتى لو بتحبيه، عشان هيوريك الذل. اقسم بالله انا عارف، انا بقول مهما كان فيه من مزايا انت شايفاها، بس لو موجود في اللي احنا هنقوله في حلقة النهاردة يبقى انفدي بجلدك احسن. بذكركم كمان عندنا لايف كل يوم الساعة 9 على الانستجرام، وبعده بساعة على الفيسبوك. الرابط دي متثبتة في اول تعليق، رابط الانستجرام والفيسبوك، يا ريت تنضموا ليها وتشتركوا يعني في الصفحات دي. أول حاجة، لو بياخد منك فلوس، أنا بديكم علامات سهلة وواضحة ممكن أي بنت تكتشفها في بداية العلاقة، يعني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. مباشر إن هو بيطلب منك دايركت، معكيش سلف، مش عارف 20 جنيه، 30 جنيه، 1000 جنيه، 10 آلاف جنيه، أيا إن كان، أنا بدي مثال. أو غير مباشر إن هو يجي يقولك والله ده أنا محتاج قرشين هعمل مشروع أو هجيب حاجة بس الدنيا مزنقة معايا. تحس إن هو بيتحايل عليكي. مفيش رجل أبدا يقبل إن هو ياخد فلوس من ست، حتى لو ست غريبة، فما بالكم اللي هو بيكون مرتبط بيها. تاني حاجة، إن هو يكون بيقلل منك، تاني علامة على الفاضية والمليان. أنت بتحسي ان هو عايز يشوفك وحشة او عايز يخليك تشوفي نفسك وحشة، انت بتحس ان هو بيقلل منك بدون داعي، وانا كنت عملت حلقة كاملة عن النقطة دي على فكرة. بيقلل منك من غير سبب، انا جميلة بس هو ما بيحسسنيش بالجمال ده، انا مميزة مرحة اجتماعية ذكية سلسة، بيحاول دايما يقلل مني بشكل مباشر او غير مباشر. مفيش رجل مقتنع من داخله بشخصيته هيعمل كده مع ست غريبة، فما بالكم برضو لو كانت الست اللي مرتبط بيها. لان انت رجل، المفروض انت رجل ما تعملش حاجة زي كده. ممكن الست تعمل مع الست كده، هما نساء وبينهم وبعض غيرة، انما لما توصل بك كرجل ان انت تبص لست وتشوف في اميز منك بينك وبين نفسك وتحاول ان انت تحطمها او تكسرها، ده اكبر مثال واكبر دليل ان انت بعيد كل البعد عن كلمة رجل. ممكن تكون ذكر، خلي بالك لو لاحظت ده والله. وفي كتير قوي شباب بيعملوا كده مع البنات بس عشان بتحبه، بتكبر دماغها قوي يا عيني، تقتنع ان هي فعلا مش مميزة وان هي فيها صفات وحشة من الايحاءات اللي هو زرعها جواها. دي علامة قوية قوي وبتبقى واضحة، بس نفتح دماغنا او نفتح عينينا زي ما احنا بنقول. خليني رجاء اذكر يا جماعه، حلقات التوعيه دايما بقول من اهم الحلقات. انا بقول لكم اللي بيسمعني دلوقتي شايف ان الحلقه دي استفاد منها، يا ريت يدوس لايك، لان معنى كده ان غيرك هيستفاد منها. شايفها مش هيت... ما فيهاش افاده، اديني دوس ديسلايك على الحلقه دي وقول لي السبب، بيفرق معايا، قول لي السبب عشان لو في مشكله نعالجها. ولكن لو شايف ان فيها افاده رجاء تدوسوا ديسلايك، مش هتخسروا حاجه. دايما بقول اجمل حاجه في الدنيا واكبر ثواب صدقني ان انت تدل حد او تساعد حد في قرار مصيري، او تنقذ حد من مشكله، او ترسم البسمه على حد ان هو انت بتنوره. الانسان لما بيحس ان هو اتنور بيبقى مرتاح عكس الحيره اللي بيبقى فيها. تالت علامه، لو ما بيوقفش في المشكله، يعني انت بتحس لو حصلت اي مشكله كبيره صغيره عايز يزقك انت فيها او عايز يهرب منها، خلي بالك مش بتاع مواجهة. النقطة دي موضحة نفسها قوي. رابع علامة، كثرة الشكوى، كثرة الخوف، كثرة القلق والتوتر. كل ما يتكلم معاكي أنا خايف، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا حاسس إن أنا. أنت المفروض رجل، يعني الأنثى هي اللي بتستمد منك الأمان
لما تلاقيك بترتعش وخايف من اي حد كده وعلى طول في ايه، لا لازم يعني تتماسك شو اشكي يا عم الرجل زيك عادي، انما ما توصلش ايحاء للانثى اللي انت مرتبط بيها. وخلي بالك من النقطة دي، ان انت خايف من كل حاجة وخايف من اي حد وخايف من المشاكل. انت رجل، رجل خلق عشان المواجهة، عشان اي مشكلة هيقف فيها هيسد، هيتحط فيها هيواجهها. لا تبعد عن عن الاسلوب ده معاها، وانت تخلي بالك ان رجل بالنوعية دي هيتحول قدام ان هو مش هيقف في المشكلة، ما هي النقاط مسلمة لبعضها. رجل بيشتكي كتير وخايف من المستقبل والدنيا والظروف وشايف ان هو ضحية، دي البنت ممكن تعملها بحكم ان هي بنت عادي، انما كرجل يعمل كده يبقى قدامها تلاقي في العبر اول حاجة هيوقفك انت في المشكلة او هيهرب منها. فبرضه تكوني واعية للنقطة دي. العلامة اللي بعد كده، لو بيضربك او بيمد ايده عليك او بيحاول ان هو يمد ايده عليك، او انت ملاحظة ان هو عنده الميل ان هو يعمل حاجة زي كده، دي قمة النقص اللي في الدنيا. يعني انا قلت قبل كده اي رجل في الدنيا يقدر ربنا خلقك ان انت اقوى بنيانيا، او البنية بتاعتك اقوى من الست، ايه المرجلة ان انت تضربها، او ايه المرجلة ان انت تمد ايدك عليه؟ اضرب راجل زيك لو انت شايف نفسك راجل، دي من اكبر العلامات اللي تدللك ان ده ذكر وليس رجل. لو بيمد ايده عليك، لو بيزعق لك، بيستخدم الحنجرة بتاعته ويعلي صوته عليك قدام الناس، قمة الـ يعني دليل كبير قوي ان هو عنده نقص كبير قوي بيحاول يخرجه على الضعيفة اللي هي انت، عشان عارف ان هي مش هتتكلم. ممكن بيزعق قدام الناس، بيشتمك قدام الناس، بيتخن صوته عليك زي ما احنا بنقول قدام. طبعا انا مش بتكلم موقف يعني عمله، انا بتكلم لو بيعمل كده كتير، لو دي الفلسفة اللي دايما بيتبعها في التعامل معاك. اخر علامة بقى معانا، عدم الحمية ان هو ياخد لك حقك، او عدم الغيرة عليك بالبلدي. يعني لما بتتظلم او حد بيجي عليك المفروض انت مسؤولة منه، ما تلاقيش عنده يعني حماسة وياخد لك حقك، ما عادي يعني ايه اللي حصل، لابسه لبس ملفت وهو عارف ان هو ملفت وما يدققش، ما فيش حاجه اسمها بيثق فيا. لا هو قبل ان هو عارف ان اللبس ده هيخلي فيه ناس تبص عليك، وممكن ناس عذرا في اللفظ تصار عليك، وعادي عنده. ده راجل، هي الفكره في كده بقى، هل ده راجل؟ والحاجات دي يا جماعه بتبان قوي قبل الارتباط الفعلي، عشان ما فيش انثى تضحك على نفسها وتيجي تعكها بعد كده وتقول الحقوني اعمل ايه. من البداية احنا بنقولك وبننورك اهو، ركزي ركزي. يا ريت كل انثى تكتب لنا انا مرتبطة بيه في كام من الست علامات دول، فيه الستة ولا ما فيهوش ولا صفة ولا فيه ثلاثة. يا ريت نشوف اشباه الرجال فعلا كتير، ولا الحمد لله نسبة الصفر هتبقى كبيرة، ونطمن على مستقبل اخواتنا وبناتنا يعني في المستقبل ان شاء الله. لازم تكوني واعية، حياتك ما بني على باطل فهو باطل، واللي بتبني صح اساسه صح يبقى صح، وهي دي أسرار السعادة. لازم تخلي بالك من النقطة دي. اكتبوا لي آرائكم، ورجاء لو شايفينها مهمة دوسوا لايك وشاركوها رجاء مع أصحابكم يا جماعة. يعني كل واحد بس أنا طالب منه يشاركها مع 2 من أصدقائه بس، أو كل أنثى تشاركها مع 2 من أصدقائها، هتنتشر الإفادة وهتعم الإفادة، وهو ده اللي إحنا عايزينه من التوعية ومن حلقات التوعية دي. بحبكم جدا، هتوحشوني، تصبحوا على خير.